مرحبا بمشاهدي تريندينج. من الحين للآخر تظهر فيديوهات لمسلمين في الغرب يغيرون دينهم إلى المسيحية، لكن هذه ربما هي المرة الأولى لعربي يعتنق الديانة اليهودية على الأقل في العلن. هو يوسف المهنة، كويتي الجنسية، ونشأ على حب فلسطين والقضية الفلسطينية، لكنه الآن يهودي الديانة ومن المتدينين، وأصبح اسمه نفتالي بن يهودا. هكذا ظهر المواطن الكويتي يوسف المهنة في التقرير التلفزيوني الإسرائيلي، تحول إلى متدين يهودي وهو في سن 25 من العمر. يقول إنه تلقى تربية تقوم على كراهية إسرائيل، لكنه كان يشعر في قرارة نفسه بأنه يهودي، وقال إنه تعلم العبرية على يد معلم إيطالي من أصول يهودية. يوسف، وحسب تقرير القناة الإسرائيلية، كان 11، كان يقوم بالطقوس الدينية اليهودية سرا في الكويت، وكان أيضا ناشطا منذ صغره. وقال قليل جدا من الأصدقاء كانوا يعرفون ازدواجيته العقائدية، وأنه فر من الكويت إلى المملكة المتحدة، وحلمه الأول والأخير أن يصبح يهوديا في إسرائيل ومن سكانها. لو أتينا إلى التعليقات، فهذه عينة من التعليقات والتي كانت في معظمها غاضبة منددة بهذا التحول. ومع ذلك يجب الإشارة إلى أن كثيرين تضامنوا معه على أساس احترام حرية الآخر. دلال تقول: كل إنسان حر في اختيار معتقداته، أنا لدي أصحاب فلسطينيين وإسرائيليين، والشيء الذي لا يفهمه الناس أن هناك سلاما بين الشعبين. تغريدة أخرى أتتنا من بدر يقول: انصدمت لما قريت الخبر للأمانة، كان معاي بالكلية وبنفس التخصص وبنفس المحاضرات، والولد خوش واحد، ما شفت منه ولا عيب، الله يهديه يا رب. سعد السبيعي يغرد سعد بقوله: يوسف المهنة شاب مضطرب، رغم صغر سنه تمرجح عقائديا بعدة محطات تحتاج عند غيره أضعاف عمره، أحب أقول اتركوا له الأبواب مفتوحة، قد يتمرجح مرة أخرى. آخر تغريدة أتوقف عندها من شموخ، تقول: إيش دخل في قسيس كويتي وعايش بالكويت، شنو الفرق بين المسيحية واليهودية، كلهم واحد وأديان سماوية. للتذكير هناك فرق بين الصهيونية واليهودية. على موقع تويتر تعرف عليه عدد من أصدقائه وآخرون عاملوا معه، قالوا إنه شخص على درجة من الأخلاق حسب قولهم، وأنهم فوجئوا بتحوله الديني، بينما حاول آخرون تفسيره بأنه كان متقلبا في آرائه. صحيفة القبس الكويتية أوردت خبرا مستندا إلى مصادرها بأن الخارجية تنسق مع عدد من سفارات كويتية عدة للتحقق من هوية يوسف المهنة. كثير من الآراء أيضا ذهبت مذهبا آخر، هو أن كون هذه القصة هي واحدة من قصص التطبيع مع إسرائيل وعدد من دول الخليج، وهي سياسة دشنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. لحد الآن لم تصل وزارة الداخلية الكويتية أي شكوى بشأن هذه القضية، لكن المصادر الأمنية المقربة منها قالت: في حالة ثبوت صحة التقرير المنشور بشأنه، فإن الإجراء العاجل هو تجريده من الجنسية الكويتية. ينضم إلي في الأستوديو نفتالي بن يهودا، المواطن الكويتي المعتنق للديانة اليهودية. يا مرحبا بك يا نفتالي. أهلا. لماذا، السؤال، لماذا اخترت اليهودية لكي تعتنقها وتترك الإسلام؟ ما الذي فيها؟ ما الذي جذبك فيها؟ اسمع عزيزي، لا أحد في العالم سواء كان مسلم أو مسيحي ينكر بأن التوراة نزل على بني إسرائيل، فهو السؤال من المفترض يكون بأن لما لا أعتنق في اليهودية؟ ما الذي أعجبك فيها؟ عجبني فيها هو ليس الموضوع إعجاب، ولكن رأيت كتاب هو فعل منزل من الله وقررت أن أتبعه وأطبق تعاليمه. هل تتصور المجتمع اليهودي الأرثوذكسي سيقبل شخصا مسلما سابقا اعتنق اليهودية وليس مولودا من أم يهودية؟ طبعا، وهم قابلين 100%. لدي اتصالات مع عددا من أفراد المجتمع اليهودي هنا في لندن، وهم سعيدين بخطوتي. هل اتصلت؟ أنت حلمك أن تكون في إسرائيل وأن تعيش فيها. نعم. لماذا؟ لأن هذه الأرض المقدسة الذي الله سبحانه وتعالى أعطانا إياها. هل اتصلت بأحد المسؤولين الإسرائيليين أو تنسق معه من أجل عيش هناك؟ لا، نهائيا لا. لماذا؟
لأني يجب علي أن أخلص من موضوع التغيير إلى الديانة اليهودية بشكل رسمي قبل كل شيء. بالنسبة ماذا ترد على الذين يقولون لك إن هذه ربما حيلة منك لكي تحصل على اللجوء في يعني الكثيرون يغيرون دينهم من أجل الحصول على اللجوء في بريطانيا؟ ولماذا أحصل اللجوء؟ لماذا أكذب ليحصل اللجوء على الجنسية أو اللجوء في بريطانيا؟ كنت في الكويت وكنت مستقر ماديا، ليس سرا على أحد بأن الكويت هي دولة جدا غنية، فليس هناك تبرير منطقي يجعلني أترك بلدي الكويت والمجيء هنا إلى بريطانيا. طيب هل أهلك يعلمون بتحولك إلى ديانة اليهودية عندما كنت في الكويت أو بنيتك للتحول؟ لا، عندما كنت في الكويت هم كانوا لا يعلمون، وهذا كان سرا في الكويت كما تعرف. من الخطر جدا بأن تكون صاحب تعتنق ديانة غير الديانة الإسلامية بشكل عام في الكويت. من الذي كان يعلم بهذه النية؟ عددا من الأصدقاء المقربين جدا، بالإضافة إلى بعض من شيوخ الدين بالطائفتين السنية والشيعية، لأني خذت معهم بعضا من المناظرات. طيب ألا تخشى بأن يمس عائلتك الضر بعد هذا القرار وإعلانك التحول للديانة اليهودية وهم ما زالوا في الكويت؟ هم مسلمين متشددين ومتدينين، وليس هناك أي سبب يجعلهم في خطر، سواء كان من الحكومة الكويتية أو من الشعب الكويتي بنفسه. كل شكر لك. ضيفي في الأستوديو نفتالي بن يهودا، المواطن الكويتي المعتنق لديانة اليهودية، شكرا لك. شكرا للاستضافة.